دبنا الشرقاوي، 26 سنة، قرية الصنافين، مركز منيا القمح، بكالوريوس تجارة قسم إدارة أعمال، باحثة ماجستير جامعة عين شمس، موظفة في أحد البنوك. اللي عملت حادثة في 19/5/2011 بعد الثورة، كنت راجعة من الامتحان، كنت في تانية دبلوم تجارة، كان آخر مادتين وأنا راجعة في الطريق، كنت راكبة في عربية اللي هي النص نقل الصندوق، طريق البلد ضيق فالسواقين بيسابقوا مع بعض، العربية خبطت في الجنب فاحنا وقعنا، احنا كنا 3 بنات والباقي كله كان شباب، احنا 3 بنات اتصابوا. رحنا المستشفى، دخلت العمليات بعد الفجر، يعني ما كانش في نسيب، كان ممكن يحصل ان هم يعملوا له اي اسعافات اوليه او يعملوا له اي حاجه وما كنتش اوصل للي انا فيه، بس طبعا الحمد لله، يعني انا مؤمنه بقدري ومؤمنه باللي ربنا كاتبه لي قوي، ما زعلتش وما تاثرتش بالحادثه خالص، بالعكس يعني هي عادت عليا بطريقه ايجابيه قوي. كان في سلبيات كتير، لما فقت من الحادثه حسيت باللي انا فيه بس ما تاثرتش، لما فوقت تاني يوم في المستشفى لقيت كل حواليا، اخواتي واهلي والجيران وكله كله كان واقف يشوف انا ردة فعلي تبقى ازاي، يعني هعيط بقى، اصوت، شد في شعري، كله كان واقف ايه مستني اللحظة دي، يعني انا هعمل ايه. لقوني صحيت مبتسمة ومفيش اي حاجة خالص، وحتى انا حسيت باللي حصل، حسست على ايدي ولقيت ان هي مش موجوده وعادي، مش عارفه ليه الموضوع ما اثرش معايا او ما فرقش معايا، يعني انا لحد النهارده بقول يعني انا ليه ما اتاثرتش، طيب ما عيطتش، ما عملتش اي حاجه من اللي بتتعمل دي، فانا مستغربه من نفسي لحد اللحظه اللي انا فيها دي. فالحادثه كانت سبب اسباب لحاجات حلوه كتير حصلت في حياتي، ناس كتير قوي دخلت حياتي بسبب الحادثة عرفتها، ناس وقفت جنبي ما كنتش اتخيل ان هم يقفوا جنبي او يساعدوني، او انا ما كنتش اتخيل اصلا ان هم يتكلموا معايا، لقيت وقفة كبيرة قوي من كل اللي حواليا. اهلي كانوا الدعم الاساسي ليا في الحادثة، وقفتهم جنبي وحزنهم عليا، انا كنت بشوف الحزن، يعني انا كنت انا اللي بواسيهم، يعني اللي هو الوضع اللي هم كانوا فيه كنت انا اللي بحاول اطلعهم منه. والدي كان متوفي، كان معايا اخويا الله يرحمه، لدرجه ان هو بيحكي لي موقف، بيقول لي انا كنت واقف جنبك في المستشفى لما الدكتور قال ان ايدك هتتجبس بس مش هتتقطع، انا فضلت اعيط واقول الحمد لله. يوم الحادثه قبل ما اخرج على الامتحان جات لي عمتي وقالت لي في حد متقدم واحنا موافقين عليه، قلت لها انتوا قالت احنا كلنا موافقين عليه، فقلت انا مش موافقه ومش متفائله، يعني انا رايحه الامتحان كده ومش متفائله بيكي وبيه، يعني ما كنتش اصلا اعرف حتى اسمه ايه ولا كنت اعرف اي معلومات عنه، بس هو كده يعني تبقى في الارياف، يعني عندما حد موافقين عليه بيجي وخلاص والدنيا بتتم، فقلت لها انا مش متفائله، انا مش متفائله باليوم ده خالص، فانا عايزه اكمل تعليم. رحت الامتحان ما رجعتش. بس دي قصة الشخص اللي كان متقدم، أنا ما كنتش حاطة في دماغي الجواز وخطوبة والكلام ده كله، أنا كنت حاطة في دماغي تعليم وشغل وإن أنا أوصل لحاجة ونفسي أبقى حاجة. الانتخابات كانت مفاجأة بالنسبة لي، كل اللي حصل فيها كان مفاجأة، أنا طلعت يعني هقول تقريبا 19 أو 20 ألف صوت صحيح غير الأصوات الباطلة، بس مع اني ما لفتش الدايره كلها، ما كانش في وقت يسمح ان انا الف الدايره كلها، انا ولا حتى الامكانيات كانت تسمح، ولا امكانيات ولا وقت كان يسمح ان انا الف على الاقل حتى نص الدايره، انا كل مكان روحته اخدت منه اصوات. كنت بلف على رجلي انا والناس اللي معايا، كنا بنلف على رجلينا، كنا بنلف بكروت صغيره، الكروت دي اول كروت دعم جات لي كانت من قريه المجازر، كارت المجازر عملوا لي، شباب المجازر عملوا لي تقريبا 20 ألف كارت، بعد كده شباب الصنافين عملوا لي كروت، بعد كده شباب سنوت وشباب العزية، فكان في دعم بيجي من كل مكان، يعني انا عايزه اقول لك ان انا في الانتخابات دي ماديا ما دفعتش غير الكشف الطبي وفلوس التامين، بعد كده كل الامور اللي كانت بتتم كعربيات كبنرات متعلقه في البلد، الصنافين كانت متعلقه فيها بنرات، كل ده توكيلات، كل واحد كان معاه توكيل كان هو دافع حقه، كل واحد يتعمله توكيل سواء حتى من بره البلد، اللي من بره البلد كان دافع حق التوكيل بتاعه،
كان كلهم واقفين معايا تطوعا. انا بالنسبه للشغل انا اشتغلت في اكتر من حاجه، اشتغلت في حاجات كتير قوي. كنت فاتحه محل ملابس في القاهره، واشتغلت في تصنيع العطور لوحدها، واشتغلت في تصنيع ملابس، كنت بجيب خامات وحاجات ومصنع بيصنعها لي، واشتغلت في تصنيع منظفات، دي كنت واخده فيها دبلومه، وحتى جيت قررت ان انا اعلمها للناس ومجانا وواقف جنبهم، بس جيت فعلا في فتره ضغط وما جاتش، ما حصلش الفرصه ان انا اعمل حاجه زي كده. واشتغلت في اعداد مشاريع التخرج لطلبه كليه تجاره ابحاث علميه. كانت بتخرج من بره لوحدها، كان بيقابلها بال10 عربيات وربنا واقف جنبها وساترها معاها طول عمرها، وكل اللي نفسها فيه ربنا بيديهولها، ربنا ما حرمهاش من حاجه، خد منها حاجه وعوضها كل حاجه، وانا كفايه دعايه لها، قلبي رضى عليها، بالليل وبالنهار بدعي لها واقول لها يسترها معاك يا لبنى، ويرزقك باولاد الحلال اللي يقفوا معاك، وربنا عوضها والحمد لله. واحنا ما احنا الزعلانين، كفايه حب الناس لها، كفايه طلعت بحب الناس وحب البلاد. انا سامح سالم بدر الدين، معايا شهود مسلحه. طبعا انا خال الاستاذه لبنى الشرقاوي، المرشحه سابقا في 2020 لمجلس الشعب. اختصارا لحياتها، دي كانت بنت صغيرة في الدبلوم، حصل لها حادثة أدت لبتر ذراعها الأيمن. قبلها كان حادثة والدها، كان توفى بسنة، وبعد الحادثة أخوها برضو بسنة، ولكن ما اقتصرتش على كده، لأنها في ظهور تام، خلصت الدبلوم، جابت مجموع كويس، دخلت الجامعة. بعد الجامعة ما سكتتش برضك، حاولت تكمل، خدت الماجستير وبتحاول دلوقتي إن شاء الله رب العالمين لمناقشة الدكتوراه. اتجهت للعمل العام بالعجز اللي هي فيه لمدة حوالي 1.5 أو 2 سنين. عملت الكتير في المدارس، طبعا كانت حالتها المادية كانت شبه نقول سيئة جدا، ولكن هي ما سكتتش، قدرت تحاول تشتغل، تعمل مشاريع صغيرة بمساعدة نفسها في الأول قبل أي حد. بعد كده عملت لفتة للناس جامدة جدا، فخلتنا كلنا نتلف حواليها من غير ما نحس ومن غير ما هي تقول لنا.